أبرزت صحيفة ماركا التقارير التي تشير إلى اقتراب البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد من الانتقال إلى الدوري الصيني. ونشرت صحيفة الإسبانية صورة لبيبي تحت عنوان قدم ونصف الصين. وتابعت الصحيفة أن هناك عروضا صينية لمدافع ريال مدريد بيبي، وأن اللاعب يفكر في هذه العروض التي لا يمكن رفضها، خاصة وأن النادي الصيني عرض عليه 10 ملايين يورو كراتب سنوي، وهو ضعف ما يتقاضاه في النادي الملكي. يذكر أن المدافع البرتغالي مخضرم بيبي لم يتوصل بعد للاتفاق مع ريال مدريد حول التجديد، وسيتمكن من الرحيل نهاية الموسم الحالي.